راه الناس اللي غيشوفوا في يوتيوب اللايف راه نسيت ما درتش واش تسجل، عاد تنسجلوا دابا، كنعتذر منكم بزاف. واللايف كامل راه تلقاه في فيسبوك. اوكي مزيان، نكمل هادشي اللي كنت نشرح فيه. الوغ ملي كنحسبوا ليميت كون اكستونفير ان نومبر ا ا دغوات ولا ا غوش كنلقاوها لانفيني، تنقولوا باللي لا فونكسيون ادمي اون برونش او لا ادمي اون اسيمتوت فيرتيكال، كتقبل مقارب اللي هو عمودي. كيفاش؟ شوفوا معايا مزيان، نفترضوا هذا هو الا، نفترضوا انني خدام في ا بلس، ناخذ حاله واحده من هذوك الحالات وخرجت ليا مثلا بلس لانفيني، يعني ا على اليمين خرجت بلس لانفيني، يعني اكس ملي كيقرب من ا من جهه اليمين اف دو اكس كتمشي لبلس لانفيني، يعني شي حاجه بحال هذا الشكل هذا. لاحظوا، وهذا هو المستقيم اللي المعادله ديالو اكس ايكال ا، مستقيم اللي كيكون فيرتيكال المعادله ديالو كتكون اكس ايكال ا. انا نشرح لك دابا بعجاله، عاد نوريك الفيديو اللي تبي تتفرج فيه. ا اكس فوالا لا تفهم شي هذا، باردون باردون باردون، هنا ا اكس اف دو اكس هي هادي. لاحظ ان اكس لا قرب من ا من جهه اليمين اف دو اكس كتمشي لانفيني، ها اكس لا كان اف دو اكس كتمشي لانفيني. دونك هادو هما جوج حالات اللي يكون عندنا دي زاسيمبتوت. كاينه الحاله الثالثه، كاين الحالة الثالثة اللي كيكون عندنا فيها اون اسيمبتوت، ما كيكون لا فيرتيكال لا اوريزونتال، ولكن تيكون اوبليك مائل، مقارب مائل. هنا كنكون عندنا هي فيها بزاف ديال الحاجات الصراحة. كيكون عندنا ليميت او كيكون عندنا مثلا هذا مقارب، مقارب عبارة عن مستقيم المعادلة ديالو ايكغيك ايكال اكس بلس بي، لانه هذا مائل مثلا بحال كيكون سي اف غادي كيقرب له بحال هكا، سواء من الجهه سواء من الفوق سواء هكا سواء هكا. هنا كنحسبوا غير ليميت، عندنا بيقولوا اكس لا ديك الفوازينال سواء بلس لانفيني ولا موان لانفيني، بلس لانفيني ولا موان لانفيني، اف دي اكس ناقص هاد الايكغيك اللي هو ا اكس زائد بي ناقص المعادله ديال المستقيم، خاصها تخرج لنا زيرو. وكاينه طريقه اخرى باش كنلقاو عاوتاني. المهم غنوجهك للفيديو اخويا، نسيت الاسم ديالك خويا عبدو، غنوجهك لواحد الفيديو ديالي غتشوفو فيه هادشي اون ديتاي. غتمشي لاشين يوتيوب اولا الباج فيسبوك حتى هي راه فيها الفيديو، غتمشي لسيتي تنزل هنايا لي كور دي دوزيام باك سونس مار دوزيام باك اس في تي، بلاتي غتنزل هنا بلاتي دوزيام باك سير ديال سونس مار ولا ديال اس في تي اللي بغيتي. نشوف واش داير هنايا، انا بركت هاي هاي غتمشي ليتود دو فونكسيون دو ا ا زد. هاد كنصحكم كاملين اللي عندهم مشكل مع ليتود دو فونكسيون ادخلوا لهاد الفيديو هذا. كتعاني من فطرية الاظافر او فطرية الجلد، الحكة المفرطة او الكزيما؟ لا مارك اي لاف يو. لا تيدي نجيب لا غفلوني غفلوني اشهار كان يقطع الصوت. كان اعتذر منكم الخوت. شحال من واحد دابا يموت في الدار. مزيان نرجع اخويا عبدو نوريك الفيديو. الفيديو لاحظ انه في البداية ديال الفيديو غيبان لك واحد الفهرس، ناتي فهرس او شنو هنايا. كنهضر على انواع الدول، كيفيه تحديد مجال التعريف، مشقات الداله ومعناها واستعمالتها، جذور الداله العدديه، جدول الاشاره، نهايه الداله ومعناها واستعمالتها، جدول التغيرات، مطاريف الداله، الفروع ولا النهائيه. هادشي نيشان هاد البلايص هادي، الا ما قلتهاش في هاد الفيديو تلقى الفيديو الثاني، الفيديو الثاني هنا فروع ولا نهائيه، نقطه انعطاف، اي حاجه، سونتر سيمتري، مركز التماثل، ولا لاكس سيمتري، محور التماثل ديال الداله، حتى رسم المنحنى، يعني كل شيء توتونا. مزيان هاد السلسلة راه كاينة حتى في الباج فيسبوك، قلبوا عليها
سميتها ليتيد دو فونكسيون دو ا ا زد، او دراسه الدول من الصفر. قلبوا ليها، راها صراحه راه زوينه بزاف، غتنفعكم. اوكي، اذا نرجع في كنس، كنتمنى نكون جاوبتك اخويا عبدو. ممكن استاذ الحل للمعادله اكس زائد جوج اكس جذر اكس زائد واحد كتسوى زيرو، ناقص اكس زائد جوج اكس جذر اكس زائد واحد كتسوى زيرو. هذيك لو ضربتيها في جذر اكس هتوقع في مشكله اخرى، لكن اكس ديفيرونس زيرو قسمت على اكس هنوقع في مشكله اخرى. ناقص اكس زائد جوج اكس جذر اكس زائد واحد كتسوى زيرو. صراحة المعادلة إذا كان بدا عندها حل غيكون خصها شوية ديال خصها شي تكنيك اللي هي في شكل، ماشي فيها شوية ديال، يعني أنت إلا ضربتي في جذر إكس غيبقى لك جذر إكس في الجهة الأخرى، قسمتي على إكس غيولي عندك واحد على إكس ليها، فهمتي، قسمتي على قسمتي على جذر إكس مشكلة عاوتاني. دونك صراحة هاد المعادلة ما نضيعش مع الوقت، هنديرها نضيع مع الوقت صافي. دونك حتى تصيفط عليا في بريفي نشوف معاها يعني لا بغات تخرج، إلا كانت بعدا عندها حل. بدر الدين، أستاذ أنا علوم رياضية ثانية باك وكيجيني المات صعيب بزاف، أش ندير؟ خويا بدر الدين غنوريك واحد الفيديو فيه الطريقة كيفاش غتخدم، الطريقة كيفاش غتخيطي المات. غتمشي سوا الباج فيسبوك سوا للشين يوتيوب ديالي، راه كلشي باين هنا، الباج فيسبوك راه هي اللي داير منها اللايف دابا، والشين يوتيوب راه هي اللي نوري لك دابا. غادي تمشي لاشين يوتيوب، انا غادي نوريك، غتشير واحد الفيديو هضرت فيه على كيفاش نجيب مزيان في الرياضيات، وفيديو اخر هضرت فيه على كيفاش نفهم الرياضيات. غتجي لهنا غتنزل فلاشين، كاينه واحد البلاصه سميتها نصائح وتوجيهات، ها هي اورينتاسيون، غتمشي لهاد البلاي ليست فيها نصائح وتوجيهات. اوكي، غتدخل ليها، رغم ملي غتدخل ليها غتجي هنايا تنزل هنايا كاين هو واحد الفيديو فيه كيفيه الحصول على 20 فريد، وهاد البلاي ليست راه فيها بزاف ديال المشاكل اللي كاين الحل ديالها، بزاف ديال المشاكل اللي كتشكيو منها كاين الحل ديالهم في البلاي ليست. بحال دابا هنا كيفيه الحصول على 20 في الرياضيات، المعلوم عنوان جذاب، ولكن هو الصراحه كيفاش تجي مزيان في الرياضيات. انا قدرت هذاك العنوان حيت داك العنوان داير له بزاف ديال اليوتيوبرز كيفاش تجيب 20 في المات، اللي هو عنوان اتيرون، وتقدر تجيب 20 في المات، ماشي مستحيل، ولا نجيبو انت تستطيع، نجيبو انت تستطيع، نجيبو لازم، فين هو انت تستطيع اللي كيقول لك ما نجيبش 20 في الرياضيات، شكون اللي تيقول ما يقدرش يجيب 20 في الرياضيات؟ خصني صراحة انت تستطيع نجيب ويكون حاضر معنا ديما لاني تنحتاجو صراحة، تنحتاجو مكنلقاهش. اسمحوا لي اللي كيقول ما نقدرش نجيب 20 في الرياضيات، عارف شنو نقول له؟ نقول له انت تستطيع. ها، تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. انت تستطيع. شوف 20 في المات سيغتو الناس اللي دايرين سيونس فيزيك ساهل انك تجيبها، على سهل انك تجيب 20 في المات. بدر الدين، شوف اخويا الفيديو اللي وريتك، وراه فيديو كيفاش تفهم المات، وان شاء الله ما يكون غير الخير.
واي يعني شي حاجه استشكلات عليك ما فهمتيهاش اجي سولني في اللايف، راه اللايف من الاثنين حتى الجمعه مع 11 الليل حاليا ندير له 11 الليل. عبدو ماغري، بغيت نشتغل في مجال الطيران استاذ. خويا عبدو، نهار السبت راه كاين واحد البنت غتكون حاضره معنا، كتقرا في لاي اف بي، كتقرا في لاكاديمي انترناسيونال ديال محمد الخامس ديال لافياسيون سيفيل ديال الطيران المدني، وهي كتقرا في هذيك المدرسه. ومنين دازت كانت تقرا قبل في السي بي جي او في لي كلاس بريبا، يعني هذا هو التراجي ديالك. كون حاضر معنا في اللايف باش تستافد مزيان من داكشي اللي غيقولوا الناس اللي غيكونوا معنا في اللايف. العمري علي، السلام عليكم استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ. الله يخليك، ممكن تجاوب لي على هذاك السؤال اللي صيفطت لك بريفي حيت ما يمكنش ليا نكتبه في كلافي؟ هي انا نشوفه دابا. عمري علي، عمري علي سولني على واحد السؤال، غادي دابا خصني ندخل نجبدو باش نبينو لكم هنا. قالك ديك التصويره اخويا عمري علي ما يمكنش تحطو في الشاط، ديك التصويره ما يمكنش تحطها في الشاط. شو مشكلة، انا نجبدها من عندي من هنايا. نجبدها دابا، خصني نتيليشارجيها. open image is طن طن طن، ثاني واحد دقيقة. السؤال ديال عمري علي هو هذا، هو هذا السؤال ديالك. مزيان. الوغ السؤال تيقول اون كونسيدير كو لا فونكسيون جي ديفيني سور باغ جي دو اكس ايغال. واخا هو الصراحة ما كنجاوبش على بحال هاد لي كيسيون. التمارين، التمارين الا كان شي حاجة خفيفة بحال دابا هذا خفيف ماشي شي حاجة. نعتبرو ديك جي دو اكس راه هي ا كاري اكس زائد ا اكس بالقطعة من واحد. جي دو اكس هي اكس و ثلاثة زائد واحد، اكس ار صغر من مساوي واحد. قال لك حسب جي دو واحد، بيان سيغ جي دو واحد حسبها بالتعبير التحتاني، غتكون هي واحد و ثلاثة زائد واحد اللي هي جوج. غادوز السؤال بي، ديتيرميني لو نومبغ ا، حدد ا الذي لاجله تكون جي كونتوني على اليمين في واحد. فوقاش تكون جي كونتوني ا دغوات دو ان، ا دغوات دو ان فوقاش. الا كانت ليميت ا دغوات هي ليماج، الا كانت ليميت هي الصوره. يعني اذا كانت عندي لا ليميت كون اكس طون فيغ ان ا دغوات، قالوا ا دغوات ياك اليمين ديال واحد ديال جي دو اكس، خصها تكون هي جي دو ان اللي حسبناها قبيله وقلت لكم هي جوج. صافي الو غنمشيو نحسبو هادي، هادي نحسبوها بطريقة يعني عادية. اكس طون فيغ ان بلس جي دو اكس، انا مفهمتش تحسبتي بلي ايكال ليميت كون اكس طون فيغ ان بلس ديال ا كاري اكس بلس ا. انا تعوضنيش، انا مفيها والو، اتعوض بواحد. الى عوضتي اكس بواحد تخرج لك ا كاري بلس ا. دونك شنو هاد الاطوال اللي كتبت في الاول، دونك شنو خصها تكون؟ خصها تكون ا كاري زائد ا هي جوج باش تكون كونتوني. خصها تكون هاد الليميت اللي هي هادي كتسوى ليماج. دونك خصها تكون ا فاك ا كاري ا كاري بلس ا وتجي وحدها موان دو ايكال زيرو ياك. اش غدير؟ غدير دلتا هنايا تحل هاد المعادلة. دلتا هو واحد وكاري اللي هي واحد ناقص
ولا الزائدة تولي 4.8 اللي هي تسعد، وغتلقى جوج ديال الحلول خصك تلغي فيهم واحد. بما انه هنايا الاش شنو عطاونا على الا، الا شنو عطاونا المعلومات عليها؟ ما عطاوناش. نمبر ا بور لوكيل ان ديك لا فونكسيون تكون كونتينو. دونك هنا غتحل هاد تاع يخرج لك جوج ديال ا، ا غيكون تيسوا يا اما ناقص بي، غيكون ناقص بي زائد او ناقص جذر 9 اللي هي 3، ناقص بي هي ناقص 1 عفوا، لا جوج في ا هي جوج. دونك ا غتسوى يا اما ناقص 1 ناقص 3 اللي هي ناقص 4 على جوج هي ناقص جوج، او لا غيكون هو ناقص 1 زائد 3 اللي عطينا جوج على جوج هي 1، غتكون هي ناقص جوج ولا 1. شوف واش عندك شي معطيات اخرى اللي تقدر تلغي لنا واحد في الاختيارات. تقدر تكون ولا صافي تخليها بحال هكا، يعني تساوي تسوى ناقص جوج ولا تسوى واحد، حيت بجوجهم تيفيريفيو ليغاليتي، لانه هنا شفت ما عطيناش شي ان ا بوزيتيف ولا شي حاجه بحال هكا. نتمنى نكون جاوبتك اخويا العمري. بدر الدين زعما واش عادي؟ وي عادي اخويا، عادي جدا ما فيها حتى والو. استاذ شنو الفرق بدر الدين؟ استاذ شنو الفرق بين الطاف والينيكواسيون دو الطاف؟ الفرق بيناتهم تو سامبلومون طا راه خصك اللي كنتي شفتي الفيديو اللي درت على التيوم زاخوس موفيني، الكور اللي درت راه بيان ديتاي وهضرت فيه حتى على ليغاليتي ديال الطاف. الطاف كتقول لك انه الى اكزيست، اسمع معايا مزيان، الطاف كتقول لك انه يوجد، انا الى بلا ما نقول الشرط الا كانت اف كونتينيو اتسيتيرا ديريفابل واحد الانتغرال ا بي، الوغ الوغ الى اكزيست واحد السيم من داك المجال ا بي تيل كو كتكون اف دو بي موا اف دو ا سيغ اكس موا ا ايغال اف بريم دو سي. هادي هي الطاف ياك، اف بريم دو سي هادي هي الطاف. شنو هي النيجاتيف ديال الطاف؟ هي ملي كتدخل فالور ابسولي هنا وهنا ياك، وكتفترض انه اف بريم دو سي راه انفيريور واحد الام. الشيء اش كيعطيك الا كان هذا انفيريور واحد الام؟ الوغ هذا انفيريور واحد الام، يعني اف دو بي مو اف دو ا سيو بلاتين راه بي مو ا اون فالور ابسولي. فالور ابسولي تقدر تفرق على الفوق والتحت، غتكون انفيريور و ايكالا ام، وتقدر تحول هذه لهنا وتولات عندك لينيغاليتي ديال ليزاكواسيون فيني. صافي نتمنى نكون جاوبتك. عبدو مقري ان شاء الله استاذ نهار السبت مع شعبك مع العشرة، مع العشرة ان شاء الله. سليم ايزي ايزي وعمر علي وي هذا كيفاش نحدد هذيك ا؟ ما فهمتش خويا عمر علي. لا راه حددتها، يعني يكون عندها دوك جوج ديال القيم، هذيك او هذيك وحده فيهم. خديجه ديجا مونطري باغ ابسورد اكس ديفيرون دو مونطري باغ ابسورد انه الا كان اكس يخالف ناقص 8 امبليك كو اكس كاري زائد جوج على دو تخالف اكس زائد 5. في هذه الحاله ماشي مونطرو باغ ابسيود، يعني مونطرو باغ، يعني اللي كانت بي امبليك كي قدر تقول ان نون كي امبليك نون بي. صافي يعني دابا اش غديري خديجه؟ شنو غتبيني؟ غتبيني ان اكس كار زائد جوج لا جوج كتساوي اكس زائد 5، وتمشي في الحساب وتوصلي ان اكس كتساوي ناقص 8. صافي هذه الطريقة باش كنتعاملوا مع هذا النوع ديال الأسئلة. يعني باش تبيني بي تستلزم كي، تقدري تبيني أن نون كي تستلزم نون بي، يعني تما ديري النيغاسيون تقلبي الإمبليك. أوكي العمري علي ونحسب الدلتا أوكي بحال هكاك بغيت واش تأكد واش عندي صحيح ولا لا. ميرسي بوكو مرحبا خويا علي.
وي كاينه اكس سوبيريور ا 1 دونك موان 2 ما داخلهاش. اكبر من واحد ياك عمر عليك دونك ما داخلهاش موان 2، غتبقى لك فالور وحده. بدر الدين اوكي ميرسي بوكو بروف. صافي دابا المساله والاسئله غنهضر لكم على ان شاء الله المسابقه اللي غتكون والتمارين اللي غادي نبقى نديرهم، و بيان سور غتكون مره في السيمانه مره في السيمانات يعني بحال هكا. كيفاش غتكون القضيه؟ غنبقى نجيب تمرين شامل، يعني خصو واحد الساعه ونص ديال الخدمه، ساعه تمرين. وغالبا القضيه نديرها ملي يقربوا امتحانات، فهمت؟ وهاديك التمرين اولا نديرو قبل حتى قبل ما يقربوا امتحانات، هاديك التمرين نعطيه لكم سيروا خدموه. صافي سيروا خدموه، واللي خدمو يدير يعني كلشي كيعرف كام سكانر، يعني كلشي كيعرف كام سكانر داك لابليكاسيون، غيصور لي داكشي اللي خدمو بكام سكانر ويصيفطو لي بي دي اف. انا غنشد الاجوبه اللي درتو، طبعا العدد محدود ما يمكنش انا يصيفط لي بزاف ديال الناس، الا ولي انت تصحح بزاف راه خص الوقت، يعني واحد 10 ديال الناس بحال هكا نصحح لهم، و اللي خدم هذاك الشيء كوم الفو قدامكم غنصحح لهم، يعني قدامكم غنبان لكم البي دي اف هنايا معايا وغتشوفوا، وغنجيجيو شكون اللي في هذوك الناس اللي خدم مزيان والطريقه ديال الريداكسيون ديالو مزيان، داخله فيها الريداكسيون خاصها تكون مزيانه، ومن هذا الشيء يستافدوا الناس اللي كيتفرجوا في اللايف على الطريقه ديال الريداكسيون، شنو لي فوت اللي ما خصوش يديرهم في الريداكسيون، كذلك الجواب واش صحيح، كذلك الجواب على كلشي صحيح اتسيتيرا، ونقطوا و ديك الساعة اللي خدم مزيان فيهم يكون واحد يعني هو اللي غيدير القضية. نقدر بعد مرات ندير جوج الناس اللي غيكون هو انه غادي يستافد من لي كور اللي كاينين عندي في البلاتفورم، اجي تفهم المات اللي هي هادي، فيها دي كور، فيها دي زيكزارسيس ديال هاد لي كور، حتى لي كور كنديرهم فابور، ولكن هاد لي زيكزارسيس ماشي فابور، كل درس التمارين ديالو ابتداء من التمارين يعني بسيطة ديال الفهم حتى التمارين اللي هي شاملة وتمارين اللي هي كومبليكي وصعبة وفيها لي ميثود الأساسية اللي كتخدمو في الفروض وفي الامتحانات الوطنية. هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا في الموعد، تكونوا يعني في الموعد وتكونوا ديما حاضرين في يعني تبعوا الباج، تابوناو في الباج، ديروا لها جيم و تابوناو فيها باش هكا نبوستي فوقاش يكون هذاك القضيه تكونوا حاضرين، وتبعوني حتى في الكونت بيرسونيل ديالي. مزيان امين ايتوالي، مرحبا خويا امين. سلام استاذ، بغيت نسولك بالنسبه لكلاس بريبا شنو كيطلبوا ولا نوت علاش كيهزو سيونس مات؟ وشكرا بزاف. هاد القضيه راه بالنسبه لسيونس مات بالنسبه ل كيفاش لي كلاس بريبا تيزو، هاد القضيه غنهضروا عليها نهار السبت ان شاء الله اون ديتاي. كاينه واحد الفورمول اللي كيحسبوا بها، يعني فيها داخله فيها نقطه الفرنسا، هي النقطه ديال المات في الوطني، النقطه ديال الفيزيك، هادو كاملين كاينه واحد الفورمول كتستعملها باش كتحسب واحد لا نوط وكتشوف واش فايت الساي ولا لا، كتقبل سينو راه كدوز ليست داتونت اولا ما كتقبلش كاع. امين استاد جيت واخا تشرح ليا داك البلان ديال السلسله يا سلسله ما عرفتش اخويا انا سلسله راه درت على وكنظن غير تهضر على ما عرفتش انا سلسله ما عرفتش اش كتهضر لو ماري علي. ولكن استاذ راه عن بعد كيفاش غنعرفوا راه شي واحد غش ولا عطى لشي حد خدم ليه وتنتقلبوا حنا؟ لا ما تخافش اخاي ما تخافش، الله يا ودي يدي، لا 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 ما تخافش، انا هذاك اللي غيصيفط لي الورقه غنهضر معاه انا شخصيا، نهضر معاه وقدر نطلب منهم كاع يطلعوا معايا اللايف، يعني انا عاد غادي نخمم في كيفاش البلان، راه مازال عاد نحط مازال عاد نحط كيفاش غي الاجراءات القانونيه فهمتوا؟ يعني مازال عاد نحط الاجراءات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا.
ولكن شي واحد يقول لي لا شي صعيب كذا، ما لا اقول له انت تستطيع. امين اتواري، اللي ربح يطلع في اللايف ويشرح لي الميثود. والله قبل ما يربح زعما شي ملي غيربح شي واحد صافي راه ربح. انا كنهضروا زعما قبل ما يربح راه خصنا زعما انا عاد نشوف كيفاش غندير لهاد القضيه. اللي قلتي في فيسبوك اللي غنخرجوها، هضرت عليها اخويا امين، هضرت عليها اون ديتاي، راه هضرت عليها زيت عاود تشوف اللايف. عمر قال لي اوكي مع اللي محاربة الغش. لا لا ضروري، يمكن شي واحد يجاوب على يعني اصلا بعد الوقت اللي غنحط فيه هذاك التمرين غنحطه في واحد التوقيت يعني قبل اللايف واحد شويه، فهمت؟ ما عطيتش الوقت بزاف، وزائد انه خصو يتواصل معايا ويطلع معايا كاع في اللايف. امين بالروج، ولا خصني دوك فيديوهات ديال السويت تريبي. هو صافي، خليك ربما انت اللي تربح ان شاء الله. علاش لا، علاش لا، تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. المهم غادي نحبس اللايف هنايا، ما كنتش باغي نطول فيه، وان شاء الله غدا عاوتاني كاين لايف. خلوني نبقى ندير اللايف ابي 40 دقيقه نص ساعه باش ما نبقاش نعيا، باش نبقى ندير لكم كنا اللايف. نحبس اللايف هنايا، والى الغد ان شاء الله كونوا في الموعد غدا عاوتاني مع نفس التوقيت مع 11 غادي يكون لايف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنتمنى نكون فدتكم هذا اللايف، ونختموها بانت تستطيع بلاتي. تقدم الى الامام، نحن معك، سوف تصل، انت تستطيع. يلا السلام عليكم. الكونتينيتي اخويا امين اي توالي راه درت عليها، درت الكور ودرت الريزومي ديالو، فهمتي؟ وحاط هاد البلاتفورم اللي كتشوفها قدامك، راه تمشي للكونتينيتي غتلقى بعض الفيديوهات دايرهم فابور. والله في الجين راه يكون معنا انت تستطيع، والاخرين تاعهم هما اللي كيبانو فيديوهات كامل راه يكونوا ان شاء الله. عاد دابا ما قاديتهمش، غنلقى الوقت غنقادهم، يبقاو ديما حاضر معنا، احتاجهم غنعيطو لهم. كنت متحيت الباقي ما فهمت ما فهمناهاش. في الكونتينيتي طبعا غنحط شي حاجه اللي قاريها كلشي. صافي اخويا امين، ناخذ القضيه بعين الاعتبار، شي حاجه اللي قاريها كلشي. الو السلام عليكم ورحمه الله.